نو. وبناء عليه الاثنين كلاسز اللي عندي البروبابيلتي بتاعت في الرول في كل الداتا، فعندي البروبابيلتي نص اللي هي 7 على 14 7 على 14. بعد كده بحسب منها الانتروبي بتاعتي او اي ميجر ثانيه. لو كنا استخدمنا مثلا الجيني اندكس اللي هو الديفينيشن بتاعه كان 1 ماينس اللي هو هنا الجيني اندكس اللي هو الانكيوريتي بصوره عامه 1 ماينس سميشن بتاع كل البروبابيلتي سكوير اللي عدى عدد الكلاسز اللي عندي، او استخدمت الميس كلاسيفيكيشن انكيوريتي او اي انكيوريتي يعني. فبحسبها عند الروت في الحاله دي من بديل السب 3. طب ايه 9 على 14؟ ليه 9 على 14؟ عشان هم انا اسف هو مش دي في 9 بوزيتيف و5 نيجاتيف، هم مش 7، 9 بوزيتيف يعني 9 يس تنس و5 نيجاتيف. فبحسب الانتروبي او الانفيوريتي بصوره عامه يعني. وبعدين ببتدي اجرب بقى كل واحد من الفيتشر دي ان انا اعمل سبليت بيه. طبعا انا عند الروت اصلا عند الروت نود فالانفيوريتي 0.94، طبعا اكيد مش هقف عند الروت بطبيعه الحال، بس هو في الاخر انا بقف لو الانفيوريتي قلت عن قيمه معينه. القيمه ده ثريشولد زي ما هنشوف يعني امتى هقف. ممكن اقعد سبليت لغايه يا حاجه من اثنين، يا اما وصلت النود ما فيهاش غير كلاس واحد فما فيش فايده ان انا افك اكتر من كده ان هي بقت بيور الانبيورتي بتاعتها تبقى زيرو، يا اما اوصل لثريشولد معين ما فيش داعي افك اكتر من كده. طيب لو انا جربت الهيوميديتي هلاقي ان الهيوميديتي هتقسم لي 7 يمين و7 شمال، كويس؟ 7 يعني 7 فيهم هاي ونورمال. ايه هاي ونورمال؟ اللي هم الهيوميديتي واخده 2 بوسيبيليتي، فانا هاخد مثلا برانش على الشمال اللي هو حاله الهاي وبرانش اليمين ناحيه. ففي الناحيه الشمال لما اجي احسب الانتروبي بتاعتها او الامبيوريتي بتاعتها ما ابصش غير على السبعه دول بس. السبعه دول هاي في هيوميديتي بس هم فيهم 3 بوزيتيف و4 نيجاتيف، كويس؟ فبحسب الانتروبي بيست على كده وهكذا. واجرب الويند اختار اني بقى فيتشر من انا بس من باقي اثنين، لكن المفروض اقرب الاربعه يعني. واختار الفيتشر اللي سبليت بيها اللي تبقى الامبيوريتي بتاعتها اقل ما يمكن، او ما هي ايكوفلنت برضه ان انا اطرح يعني. هنا في الاكزامبل ده ببص على الجين اللي هو بطرح الامبيوريتي اللي انا داخل بيها ناقص الامبيوريتي اللي عند كل نود يعني، فاختار النود اللي هتدي اكبر ديفرنس سواء اعملها كده او اعملها كده هي واحده يعني. لان طبعا اللي فوق دي هي كومن ما بين هو الاكزامبل ده كله على بعضه كان موجود موجود هنا بس كانوا شغالين بجيني اندكس يعني. فكل القصه انه بيستخدموا جيني اندكس بس مش جيني الاف، بس هتلاقوا بقى الاكزامبل كله يعني. هنا ال 14 سامبل يحسب الاول جيني اندكس في الاول وبعدين ياخد واحد من الفيتشر. طب الاوتلوك ده اول فيتشر هحسب في كام انستنس في كل كلاس في الياس والنو. في الثانيه مثلا في 5 لو استخدمت الفيتشر دي ومن ضمنهم 2 بوزيتيف و3 نيجاتيف، والاوفر كاست مش عارف 4 منهم بوزيتيف وهكذا. فبحسب لكل واحد الجيني بتاعت الاوتلوك كفيتشر هي عباره عن الويتد سم للايه؟ لكل الجيني بتاعت كل كيس من دول. هي نفس الفكره بس بيستخدم اندكس تاني. فبالتالي بعد ما اعمل الاربعه دول هلاقي اني اوتلوك مثلا اكتر واحد فيهم بيكسبوا، فكده يبقى انا هقسم على اوتلوك، واوتلوك ده بما انه في 3 كيسز اللي هو ساني وفور كاست وغرين، فده كانه كل واحد من البرانشز دي بيختصر الداتا او بفرق شويه. يعني هو هنا عشان 3 فخليهم كده، انا ممكن احولها باينري، مش يعني ممكن بدل ما اخد الديسيجن ده على 3 هنا هقول يعني اعمله على 3 وات ايفر اعمله ازاي. وبعدين لو عايز اريبريزنت بس ب 2 برانشز
هقول ايه انه ساني نوت ساني وبعدين اقسم دول تو، فهي ممكن تتعمل على الخطوتين دول. فالفكره بس اهم حاجه ان انا لما اجي اسبلت على الفيتشر دي بقى كان الداتا بتاعتي السبسيت اللي هي بس الساتسفاي من الاوتبوت بتساوي ساني، فدي بقت ايه. وبعدهم بعد الكيسز مثلا اوفر كاست دي، اوفر كاست دي خلت كل البوينتس، لو انا اوفر كاست يعني في اوفر كاست في شبورة او شيء ده اوفر كاست يعني كلير يعني، بس هو اكيد كلير لانه هو الديسيجن كله يس فيه. فبصرف النظر عن بقيه الفيتشر، فهنا مجرد ان انا ديسايدد ان هو يعني لو دخلت في البرانش ده خلاص انا مش محتاج اسبيت اكتر من كده، ان هي اصلا بقت خلاص يس يعني، فالنود دي خلاص قفلت. انا هاخد بقى الساني ده، لا دي كانها داتا سيت الجديده بتاعتي، كانها الرول بتاعتي، وابتدي اقسم عليه ساني مثلا، فاجرب كده فالاقي في الحاله دي ان مثلا ساني في البرانش ساني ده يبقى اقسم بيست على الهيوميديتي احسن فيتشر، وبرده الهيوميديتي لو انا بصيت على ساني هلاقي ان هي يعني بتقسمه بيرفكت، وهكذا بقى لغايه ما اكون التري كلها على بعضها. انا دكتور عند كل دول بشوف احسن فيتشر باحسن ثريشولد اللي تديني اقل البوينت. بالظبط كده بالظبط. ولو الفيتشر ده كاتيجوريكال يعني حاجه زي تمبرتشر رين مثلا، رين سواء في رين ولا لا، هيوميديتي لو ميديوم هاي، يبقى البرانشنج ده بيست على او الثريشولد بدور عليه. انا بقول انا مثلا في رين او ما فيش رين، لو الفيتشر اللي انا ببص عليهم دول نيوميريك او ماتريك يعني مثلا ايج مثلا، لازم تجرب كذا سيرش، فايه لو انت بتجرب كذا سيرش يبقى فيها سيرش اصلا. فالسيرش ان هي فاليو كونتينوس، فانت ممكن تستخدم يعني ممكن تستخدم حاجه زي جريدينت ديزاين، ان انت تبتدي تنقي سيرش وبعدين انت تتحرك في اتجاه او تجربه يعني تجربه ستاب مثلا، تعمل كده جريد مثلا زي مثلا الايدج ده مثلا اقل قيمه 10 سنين مثلا و80 سنه، فتجرب 10 15 20 وات ايفر، محتاج تسيرش يعني في حته سيرش كده ممكن تعمل كده سريعه جريد لو انت ماشي. ممكن تجرب الفاليوز اللي عندي اصلا، ممكن تجرب لا يعني الفاليوز اللي عندك يعني هتحكمك غالبا الفاليوز اللي عندك اللي انت غالبا ما عندكش كويسه اللي عندك. يعني ممكن تجرب الفاليوز اللي عندك وتختار الفاليو مثلا زي ان انت عندك 10 وبعدين 20 فطلع ان هو ما بينه يعني 10 او 20 فتختار مثلا 15 زي ده مثلا يعني. فبس دي الفكره. طيب يعني عاده الانفيوريتي ما بتفرقش كتير قوي طبعا، كل ده بيزد على اكسبيرمنت يعني، لو عندي داتا معينه محتاج اجرب بس الانفيوريتي مش هي اللي بتفرق كتير قوي او شكل الانفيوريتي فانكشن، لكن الاكتر اللي بيفرق هو الستوبنج كرايتيريا يعني امتى اقف. طب انا عمال اعمل السبليتنج ده، في حاجه من الاثنين، يا اما وصلت للنود بقى بيور فخلاص اقف معاه، وانا لو قريت سبليت اصلا مفيش كده ولا كده مش هتقلل الانفيوريتي، بس نفترض ان انا وصلت عند النود الانفيوريتي قلت زي هنا مثلا، كانت الانفيوريتي مثلا وصلت 0.95 مثلا ناحيه لو استخدمت منها اقف ولا ما اقفش، فلازم يبقى فيه ثريشولد معين، ده طريقه يعني ان انا ممكن اقف، بس طبعا الثريشولد ده اختاره ازاي يعني التجربه. فدي طريقه، فده اللي ممكن يفرق، وده اللي يخلي التري، وده اللي بيكونترول برضه التري دابس يعني، يا اما اختار الثريشولد يا اما اقول ايه انا هقف عند دابس معين. فده اسلوب. طيب ايه الرولز السبليتنج؟ انا عايز اقف، عايز اقف بعد يعني، هو بالانس ما بين حاجتين، انا عايز اقف بعد ما اكون عملت سبليتنج كافي بحيث ان انا ابقى يعني قسمت الداتا بطريقه كويسه، لان انا مش عايز اخلي الكلاسيفاير بتاعي سيمبل قوي، لو التري دي نتخيل ان في اكستريم كده، انا خليت الروت وقسمت على فيتشر واحد، او خليت الروت حتى، ما خليت الروت انا ما قسمتش حاجه، ما بنيتش حاجه، فاكيد كده الكلاسيفاير ده سيمبل جدا، ما خلاص ما بيعملش حاجه يعني. ولو انا بسبت على فيتشر واحده باجي اخش مثلا بتشيك مثلا الهيوميديتي هاي ولو وبقرر على القرار على الاساس ده كده، بقى الكلاسيفاير سيمبل جدا، هو ديسيجن هي فيتشر واحده اللي انا بديسايد عليها، بس غالبا البرفورمانس بتاعته مش كويسه قوي. والاكستريم الثاني
ان انا اقعد سبليت لغايه ما كل نود تبقى بيور او as much as possible يعني. في الحاله دي غالبا انا عملت اوفر فيتنج. والاكستريم بتاعت الديسيجن تري، الاكستريم بتاعت الديسيجن تري ان انا اقعد اسبليت لغايه ما اخلي يعني almost كل نقطه في التريننج داتا وصلت لريف او كل مجموعه نقط. فهي في الاكستريم كيس بتاعتي كاني بنيت لوك اب تيبل بالتريننج. واضحه دي؟ يعني كان انا في الاخر انا حولت كده ان انا بشوف النقطه بروح اشوف اقرب نقطه ليها في التريننج داتا، بس كان عملت لوك اب تيبل يعني. فطبعا دي كيس برضه اكستريم هيبقى غالبا فيها اوفر فيتنج يعني. وهي تريس من الحاجات اللي معروف ان هي بتعمل اوفر فيتنج يعني، هي خطورتها الاساسيه انها بتعمل اوفر فيتنج. في طرق بقى هنتكلم عليها ازاي ممكن يعني نعالجها يعني. طبعا لو قلت بدري هبقى واقف عند نودز تحتمل لسه فيها يعني مش بيور كفايه، يحتمل ان مثلا انا بكلاسيفاي فروتس ان انا وقع شويه نقط ممكن تبقى اورنج وممكن تبقى ابل وممكن تبقى مثلا كلاس تالت. انا محتاج اليبل في الاخر واحد فيهم يعني، محتاج اقول الليف دي انا حتى لو وقفت بدري عند نود انا محتاج اقول النود دي بكورسبوند لاني فيتشر. كويس؟ هقولها غالبا بيزد على الماجورتي بتاعتها، بس في الاخر لو هي انا مش ديسايدد خالص، لو انا في مكان ما في الفريق وقفت هنا كده مثلا وبعدين عند النود دي بوينتس هنا مثلا زي ان انا بكلاسيفاي ابل واورنج ومانجوز مثلا، لو كان عند النود دي كانوا متقسمين تلت وتلت وتلت فكده اصلا دي هايست امبيوريتي. لان هايست امبيوريتي ليه؟ لان انا مش واثق يعني، كاني اقصى درجه انسرتينتي موجوده، انا كده مش حاجه فيهم اساسا دي هتيك يعني. لو انا وقفت هنا انا محتاج في الاخر يعني حتى لو ما قلناش محتاج اختار واحد فيهم، لو انا وقفت في الحته دي محتاج اختار اني كلاس هنا هختاره لو بوينت وقع هنا. غالبا هختاره ايه؟ هختاره بيز على الماجوريتي بتاعتها. فطبعا لو انا اساسا هم مش متوزعين ومش محتاجه تبقى اكستريم قوي كده، بس يعني لو كانت عامله كده ففي واحده فيهم ماكسيموم بس هي مش اكبر قوي من التانيين. فطبعا هيبقى في ميس. ايه مشكله دي؟ مشكلته ان هو التري مش هتبقى عميقه قوي، يبقى كده مش هتاخد وقت كبير في الانفرنس او البريدكشن، وغالبا مش هتعمل اوفر فيتنج اكيد، بس كده هغلط غالبا كتير قوي، لان انا التدريب دي بتقول لي ان انا في احتماليه دي اعلى كلاس في الاحتماليه في الليف دي، بس في حاجات ثانيه ليها احتماليه عاليه قوي. فمحتاج اختار امتى هسبليت. فقلنا محتاج اختار يا بختار الثريشولد على الامبيوريتي مثلا، يا بختار سايز ليميت لان انا مش عايز اوصل لهايت معين، او ان انا اعمل كومبينيشن اوف الاوبشنز دي. دكتور بس النود اللي زي دي دي بقى اللي بعمل سبليتنج عندها، اللي احسن ان انا اعمل سبليتنج عندها غالبا هيبقى احسن ان انا اعمل سبليتنج عندها. احنا هنشوف يعني الخلاصه في الاخر، او طبعا في كذا طريقه بس يعني الخلاصه هنشوفها كمان شويه. بس انت ممكن توصل لنود زي دي برضه يبقى احسن ان انت ما تعملش سبليتنج يعني. يعني فضل مثلا خمسه بوينتس، دي نقطه ثانيه كويس، يعني فضل خمسه بوينتس بس من التريننج دي، فضل خمسه بوينتس وهم متوزعين على كلاسز خلاص. يعني هو حاجه بيبقى في اكتر من فاكتور بتحطه، لو جربته مثلا في سايكليك ليرن هتلاقي ان لو ببني تري اقول له ممكن المينيموم او ماكسيموم دبس او ثريشولد على الامبيوريتي يوقفني، او لو عندي مينيموم نمبر اوف بوينتس، يعني لو عندي مثلا 10 بوينت في النوت خلاص ما تسبلتش، لان انت كده هتبقى غالبا يعني ابتديت اوفر فيت برضه. سبلتنج على النوت معينه باخد فيه النودز المبقيه، يعني تريننج بوينتس المبقيه اللي وقعت في النوت دي. مش الداتا كلها؟ لا مش الداتا كلها، ما انت عندك كل نوت خلاص كان انت خدت قرارك وزعت يعني. لو انا طلبت من اول نود قسمت الداتا نص ونص، النود اللي على اليمين اعمل التريننج بتاعها على النص الثاني بس. كانه بالظبط كده، كانك نسيت بقيه ال، وهي دي حاجه اللي كنا بنقولها امبارح، احد مشاكل برضه التريز لو انا بنيتها بالطريقه دي، لو انا بنيتها بطريقه بريدي يعني ان انا قراري فوق خلاص قسمت كده، فانا القرار ده بيأثر على اي حاجه بعد كده. دي اكشوال سلايد اللي بعد كده اللي كانت
حد سأل على النقطة دي، حاجة اسمها هورايزون افكت، يعني أنا مش شايف أفق بعيد قوي، أنا باخد قراري بطريقة جريدي عند النود. مش الأوبتيمال شيف. مش غالبا هو مش هيكون الأوبتيمال، لأن أنا بقرر قرار وأنا مش شايف حاجة غير اللي أنا في اللحظة دي. ما هو برضه حد ممكن يقول لك طب أنا مش عارفني إيه اللي هيحصل بعد كده. لا، ما هو في أوبشن إن أنا ممكن ما اخدش القرار، اخد القرار بس اخد مثلا ايه، احط اوبشنز ثانيه معايا بحيث ان انا ممكن اباك تراك، يعني لو انا لقيت الدنيا التري عماله يعني مش بتتحسن قوي، الامبيوريتي ما اتحسنتش، يبقى ارجع اخد مثلا ثاني احسن اوبشن وابني بيه. طبعا ده مكلف يعني ده مو كومبليكيتد، بس ممكن يؤدي الى سولوشن احسن. سولوشن احسن على ايه في الاخر؟ انا في الاخر يعني خلاص الكلام ده كله المفروض اقيسه على فاليديشن سيت، يعني انا في الاخر اعمل اللي انا عايزه واختار السبليتنج كرايتيريا الستوبنج زي ما نشوف عن حتى في ميرجنج وكده، في اوبشنز كتيره ممكن اعملها. في الاخر اللي يحكمني البرفورمانس على الفاليديشن سيت اللي انا حطيتها على جنب، وفي النهايه خالص البرفورمانس على التست سيت. ده اكشلي برنا حاجه ثانيه كده مهمه جدا، يعني الناس عشان يعني الادفانس في الماشين ليرنينج في دومينز مختلفه، سواء ايمج سواء ان ال بي سواء ان كان يعني سنسورز وات ايفر، بتحط بنش ماركس، يعني بتحط حاجه مثلا زي ايه تاسكس معينه. يعني مثلا في الان ال بي مشهور قوي سيت اوف تاسكس اسمها لوب، عملوا 10 تاسكس كده، تاسك مثلا ان انا بريدكت مثلا السنتمنت مثلا، يعني جيفن تكست مثلا بتويتر ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني السنتمنت اللي هو هي يعني الكلام بوزيتيف ولا لا، يعني موفي ريفيوز مثلا هل ده مبسوط منه ولا نيوترال ولا داتا كلاس، فحطوا بنش مارك. الفكره انه البنش ماركس دي بيحطوا فيها تست سيت، والناس بتقعد بقى ايه تحسن الالجوريزم، بتساعد ان الدنيا تتحسن او تتطور كالجوريزمات، بس بعد شويه اللي بيحصل فور انه الناس بتبتدي اوفر فيت على التست سيت، يعني بيبتدوا يعملوا تويكينج زياده عن اللزوم. فهي حتى لما بحط التست سيت على جنب دي مش معناه ان انا مش هيحصل لي اوفر فيتنج، هو هيحصل لي اوفر فيتنج بس بعد شويه، نتيجه اني الناس في الاخر بتقعد توبتمايز لغايه ما. عشان كده في كاجل او في كومبيتيشن كتير بيليمت عدد السبمشنز اللي هي في اليوم، مش من باب يعني طبعا ممكن يبقى فيها كومبيتيشنال ايشو يعني كونسيدريشن، بس هي غالبا بتبقى عشان ما تقعدش تعمل اوفر اوبتمايزيشن، ما تحولش تاست سيت لانها كائنات بقت اولموست زي الفاليديشن، وممكن في بعض الظروف تبقى كائنات تريد. طب ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ محتاجه ابني تاست سيت جديده، يعني واخد ممكن تاست سيت القديمه دي واحطها عندي في التريننج داتا واكبر الداتا. فالايفكت بتاعت ان بقف بدري او بعمل جريد ديسيجن بيعمل حاجه اسمها الهورايزون ايفكت، والهورايزون ايفكت ده من مساوئه ان انا ببقى باخد قراري عند النود بصرف النظر هيحصل بعد كده ايه، فهو بيبقى بايس السولوشن في الاخر بيبقى بايس ان انا بختار يعني ببقى عايز امبيوريتي اقل امبيوريتي قرب الروت، يعني كل ما اعمل الموضوع ده بدري كل ما يكون احسن. ده ممكن يبقى يعني جلوبالي كده مش اوبتيمال، هو هيدي سولوشن في الاخر اكيد هيطلع حل، بس ممكن يبقى لوكال سولوشن. طبعا احنا لاحظ هنا اللوس، يعني ما فيش لوس فانكشن قوي في الديسيجن تري بالمعنى، بس انا يعني بستخدم امبيوريتي كانها اللوس بتاعي، بس ما فيش لوس جلوبال. وما فيش لوس جلوبال اساسا، لان كمان اساسا كل نود بتوبريت على سب سيت من الداتا، يعني فهو مش يعني غير في النيورال نتورك، النيورال نتورك انا ببص على اللوس كل اتريشن بس على كل الداتا، وبابديت كل الويتس بيست على اللوس على الدايركشن هيقلل اللوس. هنا انا بشتغل لوكالي في كل ريجن، وده ممكن يبقى يعني ممكن يبقى جاي من فيزا ممكن يبقى عيب اوقات، بس طريقه ثانيه يعني. طيب ماشي. احنا ما قلناش ففكره الهورايزن دي فكره ان في هورايزن افكت، ان انا ما حاجه من الاثنين، يا اما احاول اكيب كانديديتس، يا اما الاوبشن الثاني ان الناس تعمل العكس، بدل ما اقعد اسبليت ويبقى قراري اسبليت ولا ما اسبليتش، اعمل العكس، اقعد ابرود تري زي ما انا عايز
يعني قد ما طول ما الانبيورتي عاملاها تقل، وبعدين في الاخر اقص التري في حته. طب اقصها ازاي؟ اقصها برده بس بالعكس بقى، الم النوت يعني. خلينا نبص على اكزامبل سريعه هنا. مثلا هنا وليكن دي تري مثلا. التري دي مبنيه على النيميريك فيتشرز، ف ده الديسيجن باوندريز اللي هي المكافاه للتري هنا. فاكس واحد اقل من 0.6 ده عند النوت دي، وكان الامبيوريتي او امبيوريتي ب 1. طبعا امبيوريتي ب 1 في الاول لان انا اساسا فيها كل الداتا يعني، فما قسمتش حاجه لسه. فدي ده اللي هو الخط اللي هو في الوسط ده شماله ويمينه، وبعدين بديسايد على اكس 2 سواء في الناحيتين بس الاثنين ثراشولد، ادي الثراشولد ده وادي الثراشولد ده، وبعدين ببني تري ده طول ما انا ايه بتقل الامبيوريتي. عشان اعمل بروننج بقى في الاخر، نفترض التري دي انا عايز اعمل لها بروننج، اخد اكتر نود اتعمل لها سبليت وكانت الامبيوريتي بتاعتها الاعلى يعني اللي ما ساعدتنيش كتير في الاخر. فانا بصيت هنا الاقي ان دي مثلا 1.0 الامبيوريتي بتاعت دي في الاخر، الامبيوريتي دي قللت الامبيوريتي اقل مقدار، فدي اللي ممكن اجمعهم على بعض. يعني انا لو عملت سبليتنج في الاخر اللي دي كانت مقارنه بالنود دي هي يعني كانت الجين او الانفورميشن جين قد ايه قللت الامبيوريتي كانت اقل، فدي اللي ممكن ابتدي بيها واوصلها. طبعا سواء سبليتنج او بروننج، يعني سواء ان انا ببرو التري او بقص في التري، هو ده برضه ممكن يؤدي لان التري تبقى مش بالانس. فتري مش بالانس لان بعمل ديسيجن في كل ليفل ممكن يبقى مختلف يعني حسب انا في انهي نود. وده برضه ممكن يكون حاجه مش حلوه في بعض الاوقات اتليست من ناحيه الانفرنس تايم، لان انا كده كل سامبل انا مش عارف بالظبط الوقت اللي هتاخده، انا ممكن اوقات اخد وقت كبير او وقت صغير. ففي طرق بقى احنا مش هنبص عليها، في طرق ان انا ممكن اعمل ري بالانسنج للتري يعني. لا ما هو هختار كومباين بقى يعني هي ليها الجزمات، هي هختار كومباين الديسيجنز دي بطريقه او باخرى بشكل تاني. وفي حاجات منهم طبعا كده يعني بتخيل، بس اعتقد ده اكيد موجود يعني. هيبقى اكيد في نوعين من الالجوريزم، في نوع من الالجوريزم ان انا ممكن ابني تري بالانسد وبتحقق نفس الديسيجن باوندري بالظبط نفس الاكريسي، وفي نوعيه ثانيه ممكن تعمل الكلام ده بس يبقى فيه شويه لوس. يعني يبقى مثلا تري مثلا الاصليه مثلا بتحقق 80% اكيرسي، بس مثلا الانفرنس تايم فيها مش حلو قوي نتيجه ان هي فيري ليف في بعض البراند، فانا ممكن اعمل لها بالانسنج. هو بالانسنج برضه هو مش شرط يبقى بيرفكت، يعني مش شرط تبقى بيرفكتلي بالانس، يعني ممكن تكون بتتقاس بمجر قد ايه مثلا الديفرنس بين الماكسيموم والمينيموم هايت مثلا. فده ممكن يبقى اوبجيكتيف اصلا نلعب عليه، وان انا احافظ على الاكريسي ما تقلش عن حاجه معينه ده اوبجيكتيف تاني. فدي اتخيل ان فيها مليون طريقه ممكن بتتعمل بيها، بس يعني يعني مش يعني اوبشن موجود لو انا مهتم ان هي تري تبقى بالانس يعني. وخصوصا ان بعض الديسيجنز يعني بعض الديسيجنز كان ممكن يبقى فيه كذا اختيار بديل ويطلع نفس الحل. يعني بالذات انا بتكلم عن النيميريك فيتشر، مثلا اخترت سبليتنج عند فاليو معينه، ما انا ممكن احرك الثراشولد ده شويه فخليها بالانس. يعني احنا بنقول مثلا ايه، هي ممكن تبقى زي دي مثلا. يعني فانا لو حاطط اوبجيكتيف عندي هنا، يعني مثلا هنا دي ناخد مثلا كيس تبقى مثلا الخط ده لو اتحرك فوق شويه او تحت شويه مش هتفرق حاجه، بس ممكن يكون لي امباكت على شكل التري بعد كده. طيب احنا وصلنا لكده، الغالبا بيتعمل بيبقى اكسبيرمنتال اكتر من كده، ان انا ممكن اجرب عندي تريننج داتا وفاليديشن داتا وتست داتا وعندي سيت اوف بارامتر انا هجرب بيه. فانا مثلا التري مثلا سي ديفولت مثلا انا عندي
مينيمم نمبر اوف بوينت. طبعا مينيمم نمبر اوف بوينتس فانكشن في الداتا سيت، يعني لما بتكلم في عندي مليون نقطه غالبا مينيمم نمبر اوف بوينت ممكن يكون 100 مثلا، يعني لو 5000 نقطه يبقى يمكن 10، ممكن يبقى برسنتج من الداتا يعني. فانا عندي البارامترز دي، دي هايبر بارامتر للتري كلها. هسبلت مثلا الثريشولد، الثريشولد اللي بقف عنده الماكسيموم هايت، الحاجات دي كلها. فانا عندي تريننج داتا ببنيها بالبارامتر دي، وبعدين بقيس على فاليديشن داتا حطيتها على جنب، وبختار التري اللي هي بتدي بيست اكيرسي على الفاليديشن داتا. مفيش حاجه تمنع ان الكلام ده يتعمل بكروس فاليديشن برضه، يعني بجرب بكذا سات وبعدين في الاخر بترين السات بترين الترين التري الاخيره بترينها بالتريننج والفاليديشن. يعني بجرب بكذا تريننج وفاليديشن وبعدين اجيب التري احسن تري فيهم او احسن بارامترز مدي نتائج على الفاليديشن سات، وبعدين اترين في الاخر مره اخيره بالداتا كلها على بعضها، وفي الاخر طبعا بقيس على التست سات في النهايه. اكتر اثنين بارامتر يعني اللي بيبقوا افكتيف عاده هم التري دابس والمينيمم نمبر اوف بوينتس في الليف. دول اكتر اثنين بارامتر، والحاجات دي يعني عاده بيبقى جزء منها، يعني بيبقى جزء منها الواحد ممكن يبص كده وفي التريز مثلا ولا الجوريزم معين، الواحد ممكن يعمل سيرش كده ويشوف ايه براكتيكلي جه الناس على داتا سيتس مختلفه لا يعني بارامترز هي اللي فرق. اصل اي واحده من الالجوريزمات دي هتلاقوا بروبلي مثلا فيها 10 15 بارامتر، فبس مش كلهم افكتيف. وطبعا ابروتش لو الداتا بتاعتي مش كبيره، والابروتش يعني من باب التعليم يعني اكتر، لو انا كده عندي وقت والداتا مش كبيره قوي بجرب كل البارامتر دي بكل جريد، فده ماشي ممكن. الابروتش الثاني ان انا ابص على حد يعني او اشوف كده كومن نوليدج استخدام ال، وطبعا في مليون تري الجوريزم اصلا، فاين واحد فيهم. احنا بصينا على البيزك كيس بس، زي احنا ما قلنا مثلا الكيسز اللي هي اللي بصينا عليها، لو انا بسبليت على باينري فيتشر يعني بستخدم فيتشر واحده على سبليتنج بيعمل ايه؟ بيعمل السبليت، بيعمل الديسيجن باوندريز كلها لاينز، حاجات كلها بارلل للاكسيس، لان انا بختار دايما فيتشر واحده، فبقول اكس واحد مثلا اقل من او اكتر، فدايما هيطلع لي يعني الديسيجن باوندريز بصوره خطوط. كويس؟ زي ما قلنا ممكن بعض الحالات الثانيه ممكن اعمل هنا ديسيجن على اثنين او مور فيتشر، فبالتالي يبقى بدل ما اختار بدل ما الديسيجن باوندري بعمل كده ممكن يبقى لاين ميل. فده اوبشن ثاني يعني. طيب ايه اللي فاضل لنا في الليسته بتاعت واحنا بنبني تري؟ فاضل لنا زي ان انا اليبل الليفز. طبعا لو الليف اصلا بقى زيرو يعني في زيرو بيوريتي خلاص، انا قسمت لغايه كل ما التريننج داتا بقت مفصوله في كل واحد في كلاس وصلت عند ليف ما فيهوش غير كلاس واحد، خلاص الليبل بتاعه ده تريفيا اللي هو بتاع التريننج بوينتس اللي وقع جواه. طب افرض ان انا ما وصلتش لكده او اني مش عايز سبليت اكتر من كده، ده يعني ده احسن من وجهه نظر الفاليديشن. ففي الحاله دي بختار الليبل للدوميننت سامبل، يعني عندي ليف فيها مثلا 50 بوينت تبع كلاس 1 و5 و5 تبع بقيه الكلاس الثاني، خلاص اختاروا ان هو كلاس 1، فده اكيد هيبقى فيه ميس كلاسيفيكيشن ايرور، بس يمكن اوفرول يمكن يبقى احسن من ان انا اعمل سبليتنج في الحاله دي. فده اساينينج الليبلز. من البروبرتيز اللي برضه يعني ممكن نبص عليها، ان انا مثلا عندي تو كلاسز هنا في اكزامبل، انا تحديدا لو عندي تو كلاسز بلاك وريد وعندي اثنين فيتشر بالقيم دي، ده نيميريك اكزامبل. ايه اللي تحت ده؟ اللي تحت هنا ان في بوينت الاكس واحد الفيتشر الاولاني 0.75 بس الاكس اثنين ب 0.36، وهنشوف الايفكت بان لو الثاني فيتشر دي اتغيرت شويه كان عليها شويه نويز او حاجه بقت 0.32. او كمثال ان قد ايه لو انا ببني التري ممكن تبقى النتيجه بتاعته
unstable شوية، يعني تغيير بسيط ممكن يغير في الباوندرز بتاعته. ففي هنا دي دي التري اللي فوق، ان انا لو هنا كانت الاكس 2 كيس تقريبا 0.6 كويس.